كرة في أقصى الطرف الأيمن النهاردة، يعني اللي شايل دفاع سيراميكا كليوباترا شيل أحمد رمضان بيكهام اللي قدامنا ما شاء الله عامل ماتش هايل. هنا كرة اتلعبت ولكن اللي مأمن كويس فيها التونسي سيف قاع اللي يطلع الكرة لخارج الملعب وإلى ضربة ركنية. ركنية من نصيب نادي أسوان. اتلعبت عالية ورأسية والهدف الأول يخلص النتيجة. محمد مصطفى بهدف أول لمصلحة نادي أسوان عشان يقرب النتيجة للسمر الشداد، يسجلوا الهدف السمر الشداد. محمد مصطفى 11 هو اللي سجل الهدف بطريقة رائعة، نزلت له حلوة جوه منطقة الجزاء. يقلص النتيجة محمد مصطفى عشان يعيد المباراة مرة تانية للاشتعال. محمد مصطفى يا ولد خد مكان حلو وانزل لها حلو وحطها المرة دي على شمال بسام في غفلة من دفاع سيراميكا كليوباترا اللي تمركزه كان سيء في الضربة الركنية، لكن هايل محمد مصطفى.